واحنا بنتكلم على الزنفالي المهندس عدلي افاض في شرح اجواء التعاقد وكواليس العلاقه واللي تم فيها، لكن مؤكد ان الراي الفني هنا مهم. نشوف الكابتن احمد ناجي المدير الفني لمدربي حراس المرمى في النادي، رايه في الزنفالي ايه؟ موضوع حراسه مرمى النادي الاهلي بخير الحمد لله، ما فيش اي مشاكل ان شاء الله. بس اللي انا اقدر اقوله في الموضوع ده ان النادي الاهلي بيحسب حساباته كويس جدا وما بياخدش اي قرار غير لما يكون درسه بشكل جيد جدا. لانه النادي الاهلي زي ما قلت لك طول عمرنا في كل المراحل وفي كل الاوقات دايما الاهلي بيفكر بره الصندوق، ودايما النادي الاهلي بيفكر بحسابات، ومجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وكل المجلس بيفكروا في مصلحه النادي، وكلنا بنفكر في مصلحه النادي. وهو ده اللي حصل، وان شاء الله باذن الله يبقى فيه توفيق، وباذن الله المرحله الجايه يرجع الشناوي سليم معافي، وان شاء الله يبقى ما فيش مشكله خالص في حراسه المرمى. راح يركز الزنفولي، حارس جيد جدا، يعني احسن حارس في الموسم دوت، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. الافضل كان ابو جبل ولا علي لطفي للنادي الاهلي في هذه المرحله؟ بس الافضل اللي هو اللي عمله النادي الاهلي. اللي عمله النادي الاهلي ده هو الافضل. هم يعني زي ما قلت لك القرارات بتتاخد بتروي جدا وبدراسه، فالنادي الاهلي شاف طبعا في جهاز فني بيبقى مسؤول بيبقى ليه راي طبعا، والكابتن محمود طول عمره بيدي صلاحيات كامله للجهاز الفني. فاكيد ده اللي حصل، وده يعني القرار اللي اتاخد، وده في صالح النادي وفي صالح الفرق. عجبني جدا جدا اجابه الكابتن احمد ناجي على السؤال التقليدي اللي هو دايما في مقارنه مين الافضل بين الاشخاص باستمرار، مع ان في كواليس مش ضروري كل الناس تتكلم فيها يعني، ولازم يحترم قرار اي نادي لانه القرار بيبقى المعطيات عنده هو، عنده هو عنده الدراسه وعنده الاهداف بتاعه اي قرار بالظبط. فالرد كان هايل جدا، الافضل اللي عمله النادي الاهلي لان محدش درس بعمق وقاس الظروف والاحتمالات المستقبليه والمناخ العام بتاع فرقته وراي الجهاز الفني وراي حسابات كتيره جدا، وانت بتدخل لعيبه على فرقه. فالافضل اللي عمله النادي الاهلي وانا موافقه تمام. طيب الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي السابق والمقاولين الحالي، رايه كمان في الزنفالي فنيا، نشوف. شايف تعاقد الزنفولي مع النادي الاهلي او النادي الاهلي تعاقده مع الزنفولي شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ هو طبعا يا كابتن احمد انت عارف انا يعني كان ليا، انا قلت الكلام ده اول ما اصابه الشناوي، ان النادي الاهلي محتاج حارس مرمى. وهنا لما محتاج حارس مرمى مالكش علاقه تماما بانه يلعب اساسي او يبقى احتياطي او كده، لا مظبوط مظبوط. طبعا مصطفى شوبير ولعب جول كويس ولعب نهائي افريقيا وقدم مستوى رائع، ولعب في اكثر من مره يعني في نهايه الدوري كان بيلعب ماتشات كتير، فطبعا فرصته يعني سبحان الله هي كره كده يعني، هيجي له فرصه يلعب ويلعب بقى عدد ماتشات كافي جدا جدا ان انت تقدر بقى تقيمه سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، انما عشان يبقى لوحده هتبقى صعبه، الدنيا صعبه شويه، فمحتاج يبقى موجود حارس مرمى. انا اللي جبت الزنفولي، وانا كنت موجود في البنك الاهلي مع كابتن يوسف محمد يوسف من سنتين ونص او ثلاثه، تمام. واول سنه في البنك الاهلي يا كابتن احمد الولد قدم مستوى كويس جدا والفرقه قعدت في الدوري، طبعا اول سنه للبنك الاهلي برضه عشان تقعد في الدوري دي ما كانتش سهله، كانت صعبه صحيح جدا صحيح. وتاني موسم يا كابتن احمد لعب الموسم بالكامل والنادي البنك الاهلي خد سادس والزنفولي طبعا والزنفولي قدم مستوى كويس جدا في السنه دي، بدا السنه دي بالداخليه، راح الداخليه ولعب 11 مباراه من 11 مباراه وعمل كلين شيت في 5 مباريات في الجوله الاولى من الدوري. انا يعني حتى كنت انا بحلل الدوري مع كابتن سيف واديته افضل حارس في الجوله الاولى مظبوط، كان مميز جدا لما كسبوا انبي 1-0 وقدم مستوى كويس قوي مظبوط. وكمان هو لعب في الاتحاد، لعب ضد الترجي في البطوله العربيه يعني الولد عنده معدي 100 مباراه محليه صحيح، شايفه مقاوماته بقى البدنيه والجسمانيه والفنيه، لا حارس انا شايفه حارس هيبقى في منافسه طبعا مع مصطفى، وفي النهايه هي كوره كده. طب جبنا لكم راي كابتن احمد ناجي، وده كابتن راي الكابتن طارق سليمان اللي هو قالك تقريبا هو اللي اكتشفه وجابه ويثني على قدراته.
عايزين نقفل الملف ده لو اذنت لي يا استاذ ابراهيم. مش عايزين لا نعلي ولا نتهاون ولا نعمل توقعات. ده اصبح لاعب يتنافس مع الحراس المرمى على اداء واجبه تجاه الفريق، ومش متنافس يطلع الاول ولا الثاني تجاه الفريق، لان مساله ما تخصهمش، تخص فرقه الاهلي ومصلحتها والمدرب. احنا يجي يأدي اللي عليه بطريقه النادي الاهلي، بسلوكيات النادي الاهلي، بانضباط النادي الاهلي. ودي احد الحاجات اللي كنا بنسال فيها قوي قوي، سماته وسلوكه، سماته هيعمل ايه، هيبقى في وجع دماغ. انت جاي 6 اشهر بنيه البيع بس هنضيعهم بقى في نقول لك مين النادي الاهلي واعمل ما تعملش؟ لا، بيدك المساله. لازم تبقى فاهم ان اللي يجي لك يبقى هيخش في المنظومه. واعتقد ان الامور يعني بطريقه الاهلي دايما بتتساء كده، الضوء في حته والقرار في حته تانيه.